مشاهدينا في هذه الأثناء ينضم معنا أستاذ التأريخ الدكتور ماجد مشير، فأهلا وسهلا بك دكتور، كما نثمن لك هذه الاستضافة وأيضا قبول دعوة الحضور، ونعتذر أيضا عن التأخير الذي حصل. وسأدخل بالسؤال مباشرة، هناك 460 موقعا أثريا ربما سيتعرض إلى الزوال، من المسؤول عن ذلك؟ وهل تعتقده تقصيرا أم تعمدا في هذا الأمر؟ والحديث لك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبي الزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حقيقة عندما نريد أن نتحدث عن آثار واسط، آثار واسط لا تقل شأنا عن بقية المحافظات الموجودة والكبيرة التي تعد مثل مدينة بابل ومدينة أور وأيضا نينوى. واسط اليوم تحتوي على أكثر من 464 موقع مثبت وفي الهيئة العامة للآثار، وهذه المواقع الآثارية لها دور تاريخي ودور سياسي مميز خلال الحقبة التاريخية الزمنية التي مرت بها هذه المواقع، لا سيما مدينة تل الولاية، مدينة الأراك التي تعود ما قبل طوفان، استنادا إلى ما جاء بالكثير من الباحثين وأكدوا هذا الموقع، فضلا عن مدينة بدرة، مدينة الدير التي حكمت العراق حوالي 36، بعض الروايات أو بعض النصوص، وهناك رأي آخر يقول 29 موقع، ومن حكامها ندنوشة الذي أقام دولة وحكمت، لكن هذا الموقع اليوم لم ينقب ويحتوي تحت آلاف الأطنان ذكرى وقيادة ودور سياسي لهذه المدينة، فضلا عن مدينة مشكن شابير التي هي المدينة البندقية التي تقع في على النهر المالح، التي تحتوي على أكثر من 13 نهر داخل هذه المدينة، ومعظم هذه الأنهار هي للتجارة، تجارة عالمية، لأن هذا النهر المالح كان يربط مع بين نهر دجلة والفرات ويصب حتى الخليج، ويعد من الأنهر المميزة في تلك الفترة. هذا الموقع بعد تنقيبه سنة 2007 الآن لم ينقب ومهمل أيضا، وهذا طيب لا يعني دكتورة يعني الآن قد أوجعت قلوبنا وألمتنا أكثر، يعني كل هذه العظمة وهذا الفخر في هذه المواقع الأثرية وتتعرض إلى هذا الإهمال، سؤالي كان يعني هل هو تقصير أم تعمد بهذا الموضوع؟ هذا أنا لم أعد هذا هو تقصير، وإنما هو حال الوضع السياسي ووضع الدولة الآن، لأن هذا يتطلب أموال كثيرة وميزانية الدولة ربما تذهب إلى اتجاهات أخرى، لكن لأن المواقع الآثارية اليوم محتاجة إلى أكثر من جهة تنقيبية، سمعنا هناك صيانة لكن لم تنفذ هذه الصيانة، لأن بوابة واسط التي هي تعد المدرسة الشرابية التي بنيت في العصر العباسي اليوم ربما الأملاح والرطوبة سوف تنهي هذا المعلم الذي يعد رمز من رموز هذه المحافظة، وحقيقة ناشدنا المعنيين بهذه الدولة، لكن اليوم وخلال هذا الشهر أو قبل شهر كان توجه السيد رئيس جامعة واسط الأستاذ الدكتور مازن بالتعاون مع سيد محافظ واسط بأن هناك يكون اتجاه حول الاهتمام بتاريخ هذه المواقع وكتابة تاريخ هذه المواقع والاهتمام وصيانة، لكن كل هذا إذا لم يكن هناك ثقافة شعب وثقافة مجتمع واهتمام دولي فضلا عن اهتمام الدولة واهتمام المعنيين حتى نصل إلى دراسة هذه المواقع التاريخية العظيمة التي لعبت دور سياسي مهم، لا سيما مثلا موقع أبو غريب، موقع أبو غريب اللي هو أحد المواقع اللي فم الصلح، مدينة فم الصلح للحسن بن سهل الذي كان فيه أعظم عرس تاريخي من زواج المأمون من بوران الذي لا يأتي قبله وبعده، يعني هذا الحدث التاريخي العظيم. طيب دكتور يعني هناك إلى السؤال الثالث للمواقع، يعني كيف لنا، ما الخطوات الواجب اتخاذها لاستثمار هذه المواقع، أو بصراحة يعني جزنا من العنب السريس سلتنا، ما نريد نستثمرها، نريد نحافظ عليها على الأقل، شنو الخطوات الواجب اتخاذها للمحافظة على الأقل حقيقة على هذه المواقع؟ حقيقة
المحافظة أولاً أن يكون هناك توجه كامل من سيد محافظ الواسط ومن المعنيين بهذا الموقع، لأن عندنا مثلاً عندنا بحيرة الدلمش التي تحتوي على أكثر من 100 موقع آثاري، ودلمش يعني هي نسبة إلى مدينة دلمجة أي مدينة المياه المالحة، ومعظم هذه المواقع تعود إلى عصور فرثية وساسانية، وأيضاً هناك يعني لكن سمعنا قبل فترة معينة أكثر من 6 أشهر هناك سيتم تنقيب أو صيانة بعض المواقع الآثارية، لكن لم يكن هناك فعل من الجهات المعنية، لأن حقيقة محافظة واسط حسب ما قيل أو جاءتنا بعض الآراء، لأن تعرف إحنا في قسم التاريخ لنا دراسات كثيرة، يعني أنا المتحدث لأكثر من 3 كتب عن تاريخ محافظة واسط والبعد التاريخي، والآن هناك دراسة لتاريخ مع سيد الرئيس جامعة وأساتذة من قسم التاريخ أن نعيد كتابة التاريخ القديم لمحافظة واسط، فاهتمام كبير، لكن هذا الاهتمام لا يعني الدولة وحدها أن تقوم بهذا الجانب، لا، وإنما لابد أن الشعب أن يقف وقفة صحيحة، لأن هذا يتحدث عن أرث هذه الحضارة وقيم هذه المدينة، وأيضا لا ننسى مثلا اليوم مثل ما سمعنا الموجود هو مثلا بيت تاوزن لا يعني هو البيت الواحد الموجود، وإنما بيت تاوزن هو آلام هذه المدينة، مدينة الكوت التي عانت من حصار الإنجليز وعانت من ظلم العثمانيين وظلم الإنجليز أيضا، وهذه يعني هذا الدار اللي تحدث هو ثلاث من البيوتات، أحدهم يعود إلى السيد رزيج والآخر يعود إلى الباشا وعبد الرحمن السيد، وكان أحدهم ثكنة عسكرية لبعض الضباط الموجودين، والآخر هو للاتصالات، واليوم يعني بيت الباشا اللي مثل ما تفضلت بأنه هو مكب وأيضا مخازن، لكن عندما تنظر إلى هذا الموقع التراثي، موقع التراثي حقيقة مميز، هذا الدار الذي هو أكثر يعني 200 متر يحتوي على 13 غرفة، 3 أرسي من عتين، 3 سلالم، كل سلم إلى ميزة خاصة، أحدهما للحماية والآخر للضباط والآخر إلى تازن، فضلا عن هناك في عام 1914 هذا المطبخ الذي يتميز بالحار والبارد، وفضلا عن تقسيم الحار والبارد يعني بمخازن وأيضا للأواني، وأما المطعم فكان المطعم يحتوي على أكثر من بوابة للدخول وبوابة خاصة إلى تاوزن، هذا المعلم الحضاري حقيقة.